tal vez. Tal vez. السلام عليكم يا إصابة سراء، بتمنى تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الشيء المرعب الذي صورته كاميرا المراقبة إلى الفتاة التي يلاحقها الجن، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مرعبة صورتها الكاميرا بالصدفة، فلنبدأ على بركة الله. No, no. الفيديو التالي صور في المكسيك. في التسجيل تظهر امرأة هي وابنتها لوحدهما في المنزل، وفي وقت متأخر من الليل قررت الأم تجربة لعبة استدعاء الجن يسارا مشهورة في المكسيك، حيث يتم رمي قطع نقدية وترديد اسم سارة ساريتا في مكان مظلم. المهم، بينما كانت الفتاة تصور أمها وهي تلعب، فجأة حصل هذا الشيء. سمعت الأم صوتا غريبا خلفها وأحست بشيء ما لمسها من الخلف. بعد ذلك قررت الفتاة تجربة اللعبة كذلك، لكن ما حصل كان مرعبا، فلنشاهد التسجيل. Como por... ¡Ay, Regina, la tiras que sí! ¡La quieres aventar hasta la otra cuadra! Sarita, Sarita. Tal vez. Tal vez. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. Tal vez. فجأة ظهرت من العدم يد فوق كتف الفتاة. قفزت المرأة من مكانها وبدأت تصرخ من شدة الرعب عند رؤيتها لتلك اليد. تؤكد المرأة بأنها كانت هي وابنتها فقط لوحدهما في المنزل، ويعتقد بأنهم قاموا بالفعل باستدعاء الجن عن طريق تلك اللعبة. فما رأيكم؟ الفيديو التالي نشر على تيك توك وقد انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. فبينما كان رجل يقود السيارة بوقت متأخر من الليل في طريق نائية غير معبدة وسط الغابة، التقطت كاميرا السيارة بالصدفة شيئا غامضا ومخيفا، فلنشاهد التسجيل. فجأة مر أمام السيارة بسرعة مخلوق ضخم. في الأول اعتقد الرجل بأن هذا لم يكن سوى حيوان عادي، لكن عند توضيح الصورة أكثر يمكن ملاحظة بأن ذلك المخلوق كان ضخما وغريب الشكل ولا يشبه أي نوع من الحيوانات. لكن انتشرت فرضية تقول بأن ما ظهر كان مخلوقا فضائيا، فما رأيكم؟
بينما كان رجل يقوم برحلة استكشافية داخل إحدى الغابات البعيدة، فجأة وجد بالصدفة منزلا مهجورا وسط الغابة، فدفع فضوله للدخول إليه لاستكشافه. وبينما كان يتجول داخل هذا المبنى المهجور ويصور المكان، التقطت الكاميرا بالصدفة شيئا مرعبا، فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. في الجهة المقابلة ظهر مخلوق يشبه شكله البشر ولم ينتبه الرجل لوجودها. كان ذلك المخلوق طويل القامة جدا بشعر طويلة، وكانت ملامحه مرعبة ويتحرك بطريقة غريبة. لحسن الحظ أن الرجل لم يذهب لتلك الجهة وخرج من المبنى، ويعتقد بأن هذا المبنى مسكون، فما رأيكم؟ Happy birthday to you. Cha cha cha. الفيديو التالي صور داخل منزل يجتمع فيه مجموعة من الأصدقاء، وفي الليل فاجأوا صديقهم باحتفال بعيد ميلادها. في الأول كان كل شيء يمر بشكل عادي، وفجأة حصل شيء مخيف من الصعب تفسيرها، فلنشاهد التسجيل. Happy birthday dear Ben. Happy birthday to you. What? Yo, you got it wrong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday dear Ben. فجأة انطفأت الشموع من تلقاء نفسها بشكل غريب. عند تدقيق النظر جيدا يمكنكم ملاحظة بأن التيار الهوائي الذي أطفأ الشموع قادم من خلف الشاب، لكن لا يوجد أحد خلف الشاب، كما أن النافذة كانت مغلقة خلفه ولا يوجد مكان ليدخل منه تيار هوائي. أصيب الشباب بالدهشة والخوف مما رأوها، ولم يجدوا تفسيرا منطقيا لما حصل. لكن العديد من المشاهدين قالوا في التعليقات بأن ما حصل له علاقة بالجن والخوارق، فما رأيكم؟ في إحدى المستشفيات كان الموظفون يشكون دائما من أنهم يسمعون أصواتا غريبة ومخيفة في الليل. وفي إحدى الليالي وبوقت متأخر صورت كاميرا المراقبة داخل المستشفى شيئا مخيفا، فلنشاهد التسجيل.
فجأة ظهر الكرسي وهو يتحرك من تلقاء نفسه بشكل مخيف. أصيب العاملون في المستشفى بالذعر عند رؤيتهم لما صورته الكاميرا، والآن تأكدوا بأن هذا المستشفى بالفعل مسكون، فما رأيكم؟